البلد تدمر، البلد ايش عليه؟ يعني هذا المحافظ او خلينا نقول المهندسين مع المقاولين لو اليوم يبلطون 50 متر هاي صار سنتين كان اسعى المحافظه كلها، يعني الشوارع كلها تبلطت، فكل واحد فاسد، كل واحد حرامي، يجب نحاسب، ما يبقى بهالحاله هذه، اذا راح تدمر هالبلد في المره. يعني اكيد لا ما اكيد ما يكمل المشروع، ضرب نص الفلوس وطلع بوجهه، ماكش اكيد هذه. اولا لا المقاول يقضي الشغله بصوره صحيحه، اولا هذه ما بقشت انا. والله نطالب الحكومه المركزيه بتحاسب كل كل واحد فاسد وكل واحد حرامي وما يشتغل عدل تحاسبه. يعني هي تجي العدل غير اهل العدل غير نعم متابعه ماكو عليهم. يعني هم هو الشعب واقع بيها الفقير تمام ما تمام هو الفقير واقع بيها وما اكو متابعه عليهم. يعني اللي ما يخاف الله كل شيء يسوي. اللي ما يتقى الله سبحانه يتقى يوم القيامه راح يموت وراح يصير بالقبر. وهاي الفقرة ده حق اكو بشر على بدالك اكو ناس يعني قرص خبز ما عنده والله اكو بيت له عليه ما عنده يعني اقول لك ما عنده سكان شاي يعني يشرب شاي والناس تلقفه ويجي مساعدات بس اكو مساعدات علي اكو نقطه مساعدات تجي على الحياه وخذ حي صار يجي مساعدات يجي على البيت ياخذ من جنسيه مالته والذهبي اخوي ارتب هاي الشغله انتهت اخوي واموركم ان شاء الله الله مدالك يروح ما يجي يعني ها مش لا والله ما كملوا اي مشروع في محافظه نينوى اي مشروع ما كمل في محافظه نينوى لا والله ما كملوا. والله اخي العزيز المقاولين لازم اكو عليهم رقابه اكو رقابه من بدايه المشروع لنهايته. يعني دائما الشوارع هسه يبلط سايد يعوف سايد الجسر يعوف الشغل سايد يعوف سايد وجسر الاخ بالمي يروح وسع الجسور كلها ازدحامات. يعني لا مقاول اي مسكه مضبوط لا اكو رقابه مضبوطه عليه لا حد اي حاسبه. ايش قد سوى عمل انطيه فلوس يشتغل بعد انطيه فلوس من انطيه هي كلها اعطيه وحده ياخذها ويروح كل شيء ما يسوي. صارت يعني قبل؟ اكيد اكيد صارت. ليش هاي المشاريع الوهميه اللي عم تطلع بالتلفزيون وعم توثقها شاشتكم الموصليه بكل مكان الموصليه عم توثق؟ والله يابا لحد كل شيء ما صار اي مشروع ما كمل. يعني ابسط شيء هاي المشاريع مال المي مال الحفريات دمروا العالم ومشوا خلوا المقاولين الفلوس بجيبه، المقاول ايش خسران؟ خلى الفلوس بجيبه والله علق. اذا مشروع كلف له 10 ملايين هو قابض 500 مليون اللي قدام. يعني احنا نريد يجون يكملون المشاريع يكملون الشغلات، شنو خلوا الفلوس ومشوا؟ يعني اي ماكو مشروع كمل بالمص لحد الان. اي مشروع ماكو. يعني كهرباء الله كذا كلام الكهرباء طق. طق اشون كيبل اشون جايبين شغلات ما حد ما يعرف. ابسط شيء هاي المنظمه مال العمال البلديه ياخذ منها نسبه من العمال. يعني فترة جاء وقفهم للعمال يقول ليش العام تنطوا 25 دولار؟ انطوا 15000 وياخذ الباقي هو. يعني هاي منظمة أجنبية ها؟ المحافظ كان ياخذ من عندهم كان يحاربهم النار كل بطل المنظمة وقفوا على مود يخلي حصة بجيبه هو والمقاولين.